هل من حق الزوج أن يتدخل ويتحكم في راتب الزوجة؟ وما هي نصيحتكم للأزواج الذين يمنعون زوجاتهم من إعطاء مساعدة لأهلهم بحجة أنهم في غير حاجة للمساعدة؟ راتب المرأة مثل مالها ملك لها، لا يجوز إلا بطيبة من نفسها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وقال الله جل وعلا في ظهور النساء: وآتوا النساء صدقات إن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. فمال المرأة ملك لها، لا يجوز أخذه إلا برضاها وطيبة من نفسها، لا لزوجها ولا لغيره، إلا إذا كان هناك شرط بين الزوجين عند العقد أن لزوجها حقا في الراتب الذي تكتسبه من وظيفتها. المسلمون على شروطهم يجب عليها الوفاء بهذا الشرط. نعم.